السلام عليكم، معكم نجاة بن زنينة. بغيت نتقاسم معكم تجربتي مع شقيقة. شقيقة اللي عانيت منها أكثر من 24 سنة، ما خليت ما درت، ما خليت الدوايات اللي في الفرماسيان كاملين جربتهم والو، ما خليت فين تبعت في الرباط عند اختصاصية، عند نورولوج في الرباط، بروفيسور قالت لي ديري لي ليغام. درت لها ليغام، ديتولها، قالت لي ما عندك حتى حاجة في راسك، ولكن مي غنعطيك ان تريتمون ديال 6 موا، تريتمون بروفون، وعاودي رجعي عندي. قلت لها واخا. خديت داك التريتمون، بديتو السيمانه الاولى، جاتني 3 المرات وانا نحبسو. قلت انا هاد الدواء هذا اللي غادي نديرو وعاد غادي تولي تجيني 3 و4 المرات في النهار، في السيمانه صافي بلاش، حبستو. هي هذيك بقيت هكاك، مثلا ناخذ غير الدواء، لان الحاله اللي كانت كتجيني لا كريز فاش كتجيني، طب ملي كنوصل داك الرضان وداكشي ما تنبقاش نقدر ناخذ الدواء. اش كيديروا؟ كيهزوني لا كلينيك، كندوز فيه اون نوي، كيدوزوا ليا الدواء في العرق في السيروم. صافي لغد ليه كنخرج. الطبيب واحد المره في لي زورجونس ديال الكلينيك قال لي شوف لاله، راه ما عندهاش الدواء، هادي راه ما عندهاش الدواء، خصك غير لي كالمو. انا راني طبيب وراني انا متعايش معاها حياتي كامله وراه ما عندهاش الدواء. قلت له صافي، بقات ديك الهضره في بالي. ملي كتقبطني لا كريز كيدوني ولادي لهذا لي زورجونس، وليت كندق براد الحريق وبراد الرطان. كنجي للدار كنعس واحد الساعتين كنغيب فيها، فاش كنوض كنوض عاوتاني بالحريق بحال شي حاجه ما درتها. صافي حطيت راسي لي زونتي انفلاماتوار، ما عندهاش الدواء، ما عندهاش الدواء. نبقى مسد على راسي، انا مسد على راسي كل مره انا غادا للاطباء. صافي وليت كناخذ غير لي زونتي انفلاماتوار، مي وليت كناخذهم مجهدين، يعني ديال 1 غرام، لدرجه ان العائله برا وهذا دائما تيجيبوا ليا ديال العام. ولا ما كانش خاصني ضروري فارماسيان سير جيب، يعني الا كانت بغيفان 400 كناخذ انا ديال جوج ولا ثلاثه في دقه، يعني جوج ديال لي كومبريمي ولا ثلاثه في دقه واحده. يا ربي غير يفوتني الحريق. ديال 1 غرام راه كنت كناخذ 3 8 في النهار، يعني ما كنبقاش نحسب، غير بلع 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 ما عليتناش. صافي دوزت هذه المده هذه كامله حتى غادي يجي الوقت اللي غادي نعرف فوريفر، غنعرفها عن طريق سيده سعاد حيده اللي كانت عرضتني لواحد ليفينمون في دار الثقافه، الله يخلف عليها وكثر خيرها في هذا النهار. عرضتني لدار الثقافه، مشيت هي فاش غادي نتعرف على مدام نجمه. عجبني داك الجو ديال فوريفر وديال الناس ديال فوريفر وهذا. المهم تعرفت على مدام نجمه، قالت لي انت دوزي عندي البيرو. دوزت عندها البيرو، المهم بقيت مره كنمشي عندهم البيرو هذا. واحد النهار كنشوف واحد السيده سميتها مدام ماريا كتهضر على الشقيقه بحال انا اللي واقفه. بقيت كنتصنت لها بحال انا اللي كنعاود، بحال راه انا جات هي اللي واقفه تتعاود على راسها، يعني نفس الحاله. وانا نوض عند مدام نجمه، قلت لها شوفي مدام، راه هاد السيده راه كتهضر بحال انا اللي كنهضر. قالت لي شنو؟ ما كانتش هي كاع عارفاني واش عندي الشقيقه. قالت لي شنو، واش انت عندك هاد المشكل؟ قلت لها اه. قالت لي وجربي. بقيت كنضحك، دخلت عليك بلاصه نقول لك انا ما خليت ما درت، واش هاد البيض الصفر هو اللي غادي يداويني؟ بقات هي تضحك واثقه من نفسها. قالت لي اه جا، ما تنقولكش غيداويك، هذا ماشي دواء، مي واش معمر شي واحد قال لك عندك ستريس لداخل؟ قلت لها انا لا. قالت لي هذا بعد اول حاجه راه اونتي ستريس، وغينقي لك الجسم ديالك من السموم، بداي تكلي على الله وانا ما غتندميش. قلت لها واخا دابا نشوف. جيت تشاورت مع راجلي قال لي تكلي على الله. المهم درت لانسكريبسيون في ديك السيمانه وبديت كناخذ البرودوي. كانت مبقات لرمضان شي سيمانه اللي بقات ليه، هي هذيك خديتو الحمد لله. في ديك السيمانه ما جاتنيش الشقيقه، ما بقى عندي مشكل في رمضان. رمضان يا ربي تسمح لي الناس كيفرحوا ليه، وانا ديما كتشدني الخلعه منه. علاش؟ حيت انا دائما النهار الاول خلاص واكلاه بالحريق، دائما ديك لافوبي ولات عندي من رمضان. المهم جا نهار الاول رمضان الحمد لله ما جاتنيش الشقيقه، وهذيك السيمانه اللي قبل رمضان كامله ومدام نجمه كدير معايا السويفي، كتعيط لي 3 4 مرات في النهار. علاش؟ حيت كتخافني لا تقبضني لا كريز، ومشي ناخذ شي اونتي انفلاماتوار، نخلي برودوي وناخذ لونتي انفلاماتوار. الحمد لله ما خديتوش. جا رمضان الحمد لله النهار الاولاني كنتسناها تجيني، ما جاتنيش. 9 10 11 عيطت لمدام جمعه فرحانه، قلت لها ما جاتنيش الشقيقه. قالت لي والحمد لله مزيان، مي تبعي عندك تحبسي. قلت لها ما غاديش نحبس. المهم كندير الفطور لولادي، وليت كنديرو عادي، يعني كتمسكن ديما حارمهم الفطور كيديروه راسهم. داك النهار اول نهار في رمضان كنت بخير. الحمد لله من شهر 5 الى يومنا هذا
شهر 5 ديال 2016 الى يومنا هذا ما عمرني خديت اونتي انفلاماتوار، ما عمرني مشيت للطبيب، ما عمرني مشيت للفرماسيان، الحمد لله. وفعلا انا كنت كنقول العوامل الخارجيه هي اللي كانت كدير لي الشقيقه، الوغ لقيت بان المشكلة عندي لداخل. يعني ملي خديت البرودوي نقالي مصارني، نقالي معدتي، نقالي لو كور ديالي كامل من السموم اللي كانوا فيهم. والحمد لله ماشي غير الشقيقه، يعني عندي تجارب اخرين عالجت لي مشكل ديال الكواطر ومشكل ديال فقر الدم ومشاكل اخرين الحمد لله اللي بديت كنكتشف كل مره كنكتشف شنو اللي تصلح لي في لو كور ديالي. والحمد لله كنشكر مدام نجمه بزاف، وكنشكر السيده سعاد هي اللي كانت سبب كل ماشي هي ما كنتش غنعرف مدام نجمه، وكنشكر فوريفر، وكنشكر الناس ديال فوريفر الحمد لله اللي عمرهم ما بخلوا علينا بشي حاجه. وكننصح كاع الناس اللي عنده شي مشكل في صحته يستعمل فوريفر، يستعمل برودوي ديال فوريفر، لان اش غنقول لكم راه شي حاجه اللي كثر لي شي حاجه اكثر من الذهب، شي حاجه اللي كثر من الذهب، الصحه ما كاينش بحالها. وشكرا بزاف، شكرا، نتمنى نكون فدتكم التجربه ديالي. باي باي.